تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا في جلستها المقررة اليوم، تواصل نظر قضية المتهمين في أحداث نجا حمادي. بالفعل، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى سماع شهود الإثبات في القضية التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين ليلة عيد الميلاد. إجراءات أمنية مشددة كما هو معتاد في قضية نجا حمادي، إضافة إلى قرار من هيئة المحكمة بمنع وسائل الإعلام عن حضور تفاصيل الجلسات باستثناء النطق بالحكم. جلسة جمعت عدة طلبات لمحامي المتهمين. المحكمة استمعت لطلبات هيئة الدفاع بسماع الشهود وبمناقشة كبير أطباء شرعيين، يعني كان أبرز طلب هو مناقشة كبير الأطباء الشرعيين مع بعض الدفوع الشكلية المتعلقة باختصاص المحكمة. هناك مطالب لمحامي المتهمين رأت هيئة المحكمة إقرارها، وأخرى لم تنظر إليها لعدم أهميتها القانونية في القضية. المحامين المتهمين طلبت شوية طلبات، منهم سماع أدلة شهود الإثبات، وطلبت كمان يعني حاجات غريبة الشكل، المتحصلات المجنى عليهم إذا كان في مواد كحولية أو لا، وفحص الدم والبول لناس ماتت، وحاجات يعني غريبة الشكل. لكن مش مشكلة إن المحكمة ابتدت تأخذ الإجراءات الإيجابية بكرة بإذن الله. الاستماع لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت وغيرها من الأسباب جعلت هيئة المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى جلسة الغد. سماع شهود الإثبات الواردة أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت وللإطلاع على تقرير فحص الأحراز. شد وجذب بين محامي المتهمين ومحامي المجني عليه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لن ينتهي ذلك إلا بعد حسم تلك القضية. تأجيل هيئة المحكمة نظر القضية إلى جلسة غد ربما يحمل دلالة واضحة على رغبة المحكمة في تسريع إجراءات التقاضي في تلك القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا. من محافظة قنا، مستجاب عبد الله للنيل.